جمهور النادي الاهلي الشريك الاساسي والشريك الداعم والشريك الاول للنادي الاهلي اللي بيه بينجح اي شيء. جمهور النادي الاهلي ينجح اي حاجه بصراحه الحقيقه يعني. فانا كنت بس عايز اعلق على كلمه كابتن محمود الخطيب الحقيقه اللي اسعدتني جدا جدا كراجل بنتمي لهذه الالعاب، ان لما يكون الاسطوره الكبير كابتن محمود الخطيب على راس النادي الاهلي نادي القرن الافريقي يعني وصاحب اكبر انجازات في كره القدم، مش ناسي ابدا ال 19 لعبه بناشئينهم، ان لازم يكون في دعم ولازم يكون في بادجت ولازم اشكرك يا كابتن محمود.